مرحبا طلاب الصف الثاني في مادة اللغة الإنجليزية. طبعا أكو بعض النقاط يعني مهمة ولازم تتوضح، ولازم يعني تكملون هذا الفيديو إلى النهاية، مو بس تتصفحون الفيديو هيك بشكل يعني مؤقت، أو لأن يعني بيه معلومات هواية مهمة عن الامتحان وعن نمط الامتحان، وخاصة طلاب المؤجلين اللي عددهم ما أعرف 10 15 20 طالب اللي راح يمتحنون يوم 18 بالشهر على مود نكمل امتحانات نصف السنة. وأيضا يخص هذا الفيديو عن الأسماء، مثل ما قلنا الأسماء لازم تتغير، الأسماء كلها لازم تتغير إلى الاسم الثلاثي في اللغة الإنجليزية، عفوا في اللغة العربية، وما مقبول أي اسم باللغة الإنجليزية. يعني شوفوا لحد الآن عندنا بعض الأسماء المبهمة، يعني هذا شنو اتش جي وإلى آخره. طبعا راح نعطيكم مهلة 24 ساعة تغيرون هاي الأسماء، غيرتوها خير على خير، ما غيرتوها أنا من يمي راح أحذفها، اكشن ديليت ريموف، ما ابقي اي اسم الا يكون الاسم الصريح باللغة العربية. مثلا هاي الاسماء باللغة الانجليزية انا ما اعرفها، علي علي والى اخره، جي، و نفس الحال اكو ايضا اسماء غامضة باللغة العربية مثل هذا ناقة رجل، راح احذفه هذا ورا 24 ساعة، انطيكم مهلة فقط وراح احذف الاسماء المبهمة كلها، اريد اسم ثلاثي باللغة العربية. الفيزياء علم الوجود هذا منها ساعدفه هذا، يعني مو قصة مهلة أو مو مهلة. وتعرفون احنا سوينا يعني ملف آخر، صف آخر، وانتموا له هواية طلاب ما قدروا ينتمون إلى هذا يعني الصف الإلكتروني، وهذا هو الرمز. تقريبا صار العدد 20 25 طالب هناك. الشيء المهم حاليا، طبعا انتم لو تعرفون انا ما ضغطت وياكم بالمادة، يعني من وراء ما صارت الاحداث الى هذه اللحظة انطيتكم يمكن تكملة للمفردات القاموس باللغة الانجليزية اللي يخص يعني أخذنا الكهربائي، مصطلحات الكهربائية، وأخذنا مصطلحات الحركة الموجية، وآخر شيء حملت الملف كله. لكن كما وضحنا في فيديو سابق أنه المطلوب هو فقط المصطلحات البصرية. لو تلاحظون على يعني المهام، سوينا اختبار طبعا، وبعدها عن الحركة الموجية اكو ملف، وبعدها انطيتكم هذا يعني القاموس اللي يخص المصطلحات الفيزيائية، وقلنا المطلوب منه فقط هو 3 شغلات اللي هي الكهربائية. احنا اخذنا البصرية، العفو الكهربائية أخذنا، والصوتية المطلوب أيضا هنا هو البصرية. يعني 3 شغلات عندكم من المصطلحات المطلوبة. خليني نفتح الملف، يعني طبعا أنا وضحت هذا في فيديو سابق، هذا يبقى يمكم ك يعني معلومات عامة أو شغلات مفيدة تفيدكم على طول دراستكم. احنا اخذنا قلنا قبل نص السنة المصطلحات اللي تخص الصوت والحركة الموجية، شرحناها هاي كتبناها على السبورة. بعدها ايضا اخذنا المصطلحات اللي تخص الكهربائية والمغناطيسية، هاي مطلوبة ايضا، والمطلوب الاخر والاخير هو المصطلحات البصرية.
ما أدري، فما عدنا غير هاي الأشياء بهذا الملف. والمادة تبقى المادة المهمة اللي هي المادة اللي أخذناها قبل نص السنة، الكل تعرف بيها هاي. أيضا عندنا شغلة التقارير، هسا أكو يعني الدرجة النهائية هسا اللي عندنا. طبعا احنا السعي راح يكون من 40، امتحان نص السنة من 25، وعندنا نشاطات ومشاركات وهذا من 15، السعي راح يكون من 40. عندنا الامتحان النهائي، الوزارة قالت أنه لازم نقسمه إلى 30% تقارير و70% الامتحان التحريري النهائي. فأيضا الآن أنتم مطالبين بعمل تقرير في مادة اللغة الإنجليزية. طبعا نظرا للظروف الصعبة والضغط النفسي حاليا، يعني راح شوية نساعدكم بهذا المجال، يعني راح تريدون تسوون تقارير تخص المواد كلها، وراح يصير عليكم شوية يعني ضغط. فالمطلوب منكم هو أنه راح أبسط لكم الأمور شوية حتى يعني تتسهل الأمور إن شاء الله وتعبر هاي السنة. أنه التقرير المطلوب منكم أنه كل 5 6 طلاب يشتركون بتقرير واحد، يعني أريد تقرير واحد مكتوب بيه 6 أسماء لطلاب يشتركون، شوفوا شلون تقسمون الشغل والعمل والهذا. المطلوب بالتقرير هو أن تكتب لي يعني شيء مختصر مثل مقالة أو يعني إنشاء عن مادة تختارها أنت بالفيزياء، سواء كانت عن مثلا الصوت، عن الحركة الموجية، عن المراية، عن العدسات، عن الحركة التوافقية البسيطة، أي موضوع بالفيزياء تأخذه، عن المتجهات في الميكانيك تأخذه، تكتب لي فد يعني صفحة أو صفحة وشوية وتصيغه بشكل مرتب، وممكن انه يشتركون به 5 6 طلاب مثل ما قلت لكم حتى ما يصير ضغط عليكم. والتقارير ممكن انه هذا يعني يساعدكم الانترنت بهذا حتى شنو ما يصير عندكم ضغط، ولا يعني ناخذ من وقتكم، لان الامتحان على الابواب وعندكم هواية مواد ونقدر هذا الشيء احنا. فشغلة التقارير مثل ما قلنا هي شغلة تكون بسيطة حتى نخليكم من درجة من 20 على التقرير، تشتركون بها مثل ما قلنا كجروبات 4 5 أو 5 6، شوف الأسامي اللي أنتم تتفقون بيناتكم. وحتى نخليكم درجة من 30 عليها، لأن امتحان نهائي ما يكمل إلا أنه يكمل هذا التقرير حتى نقدر نستخرج النتيجة النهائية، الدرجة النهائية. شغلة أخرى اللي هي حاليا امتحان المؤجلين اللي ما امتحنوا نص السنة. طبعا موعد الامتحان يمكن تثبت حسب ما بلغني أستاذ هشام، راح يصير اليوم خميس 11، راح يصير الخميس القادم بالضبط يوم 18. فراح نحدد الوقت، وراح يعني أطلب أيضا أكو نقطة أخرى، من أطلب أنه الطلاب المؤجلين يكتبوا لي إيميلاتهم وشعبة، بس المؤجلين فقط اللي ما ممتحنين، حتى شنو حتى بالامتحان أختار إيميلاتهم وأدز لهم الامتحان للطلبة المؤجلين، امتحان نص السنة فقط. يعني ما يجيني طالب هو ممتحن ويكتب لي اسمه، هذا ترى تبين، لان يعني الاسماء موجوده وراح ناخذها من اللجنه الامتحانيه. يعني ماكو داعي لهيك الشغلات، حتى نعرف الطلبه من اكتب اعلان اكتبوا لي اسماء الطلبه اللي ما ممتحنين، يكتب لي الايميل والاسم والشعبه والجروب، فقط الطالب المؤجل في نصف السنه. النقطة المهمة هنا أنه شلون راح يكون نمط الامتحان يوم 18 بالشهر. طبعا يوم 18 بالشهر راح يكون كأنما هو نفس نمط امتحان نص السنة العادي. يعني مثلا راح أدز لك هاي نسخة الأسئلة، شلون كان بنص السنة؟
مثل ما كان بنص السنة. تجيك هاي نسخة الأسئلة، طبعا أنا راح أحدد لك الوقت ساعة ونص، وراح السيستم من تخلص ساعة ونص يعني تتوقف، أنت لازم مخلص الامتحان ومسوي سبميت. أوكي، فكأنما يشبه الامتحان الورقي اللي كنا نمتحنه بالقاعة. راح تجيك هيجي ورقة الأسئلة محملة بملف، سؤال أول مثلا، سؤال ثاني، هذا هو امتحان نص السنة اللي امتحنوا طلاب، يعني سؤال أول كذا، سؤال ثاني كذا، سؤال ثالث كذا، سؤال رابع. أنت ايش راح تسوي؟ راح تحضر لك مثلا 3 4 أوراق أي فور، وتبدي تحل الأسئلة كأنما تحريري. تكتب طبعا بالورقة اسمك، الشعبة، المادة، الصف، الجروب، الامتحان، عنوان الامتحان شنو، اللغة الإنجليزية وإلى آخره. وراح تبدي تحل مثل هذا، مثلا هو أسئلة، مثلا تقول لي سؤال واحد فرع الأول كذا، سؤال الثاني فرع الثاني كذا، وتبدي تحل الأسئلة. راح يكون على نفس النمط العادي. بعدين قبل لا ينتهي الوقت تخلي لك فد 10 دقائق أو ربع ساعة حتى شنو، حتى تسوي يعني تسحب صورة للحل اللي حليته وتسويه أبلود، ترفقه كأنما هو امتحان عادي يعني، وترقم لي الأسئلة حسب الأولوية، يعني هذا واحد الأجوبة عفوا، مثلا صفحة واحد تسوي دائرة، صفحة اثنين ثلاثة، حتى أعرف التسلسل، لأن مرات شنو صادف أنه السؤال ما يكمل بنهاية الصفحة، تريد تكمله بصفحة أخرى، حتى أعرف هذا الانتقال بين الأسئلة حتى يكون الموضوع مفهوم ومرتب. فنمط الأسئلة بنص السنة راح يكون النمط العادي، كأنما تجيك هاي ورقة الأسئلة، تبدي أنت تحل، محضر قلم وورق 3 4 أوراق مثلا، وترقمها وتكتب اسمك، وبعدين تحمل الملف قبل نهاية الوقت. طبعا وقت الامتحان احتمال يكون 3 الظهر مثل ما بلغونا القسم، وراح نكتب بالإعلان. أيضا أشدد على شغلة أنه من أقول لكم بس المؤجلين يكتبوني أساميهم. فتحت أيضا صف إلكتروني آخر، وممكن اكو طلبة مؤجلين ما يقدرون يفوتون على هذا الصف، لان صار بي على العدد ما اعرف 249 تقريبا. ف اكو صف الكتروني اخر، وراح ايضا يعني اطلب من المؤجلين كتابة اسمائهم مرة اخرى وايميلاتهم، حتى شنو، حتى بالامتحان احددهم هم فقط. وراح مثل ما قلت لكم هاي الأسامي أبد ما مقبولة، راح تنمحي، خاصة الأسامي باللغة الإنجليزية والما مفهومة وأناقة رجل وما أعرف إيش وإلى آخره، أناقة طالب أيضا، أيوش أيوش، هاي الشغلات كلها ماكو، ما مطلوبة وما مقبولة. حتى قرارات الوزارة اللي جتي هسه هنا لازم الاسم يكون صريح، تعليمات العمادة ومثل ما قلت لكم راح نعطيكم 24 ساعة فقط، الباقي راح أحذف، أبدي أحذف حتى ينظف الصف الإلكتروني من الفضائيين، من الأسماء المبهمة وإلى آخره. ونريد الأمور تتبسط، ونريد يعني أهم شيء أنه مصلحتكم حاليا، والظروف المرت يعني هي ظروف صعبة وإحنا نقدرها، لكن بالمقابل لازم يعني تنطي للمادة حقها وتقسم وقتك، مثل ما قلت لكم تقارير يعني تكون الشغلة لا تاخذ من وقتك هواية، تختار لي موضوع بسيط مثلا وتكتب عليه، مثل ما كتبنا عن العدسات، مثل ما كتبنا في الصفحة، او مثلا 150 كلمة 200 كلمة والى اخره. واي سؤال او استفسار ممكن تكتبوه الصف الإلكتروني. وبالنسبة للطلاب مثل ما قلنا هو الامتحان يوم 18 بالشهر، يعني مثل الخميس اليوم، وراح يكون على الصيغة النمط العادي، راح تجيك هيك ورقة أسئلة وأنت لازم تكتب، وبعدين تسحبها سكانر بموبايل أو إذا عندك جهاز أو هذا، وتحملها قبل نهاية الوقت. وشكرا جزيلا، وأتمنى لكم التوفيق.